للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مقر انعقاد الدورة العادية 97 للجنة الإعلام العربية دائمة مراسلة التلفزيون المصرية سالي سلم. سالي، ضعينا في صورة أبرز ما جاء في أجندة اللجنة وأبرز الملفات التي ستناقشها. نعم، تحياتي لك هبة ولمشاهدينا الكرام. بالفعل من أحد فنادق القاهرة نتابع منذ صباح هذا اليوم انطلاق أعمال الدورة العادية 52 لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 20 وحتى 22 من سبتمبر، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجامعة الدول العربية. لو تحدثنا تحديدا عن هذا اليوم الأول من هذه الفعاليات، وهو اليوم التحضيري والذي بدأ باجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها أو في الدورة العادية الخاصة بهذا اليوم، والتي بدأت بكلمات افتتاحية لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، والذي نقل تحية وترحيب السيد الرئيس للحضور والدول الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة، وهم الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية، فضلا عن من يقوم بدور هؤلاء الوزراء والمندوبين وأيضا المراقبين تحت جامعة الدول العربية، تحت مظلة جامعة الدول العربية. نقل الترحيب وشكر السيد الرئيس وترحيب مصر باستضافة هذا المجلس وهذه الدورة، وتحدث عن أن دائما الرئيس يتحدث عن أن الإعلام لابد أن يكون في ظهر الأمة العربية والتضامن العربي، وأثنى على البنود 14 بندا المتضمنين والموضوعين على طاولة الاجتماعات. اليوم هو إطار التحضير للاجتماعات أو التوصيات التي سيتم الخروج بها، ترفع إلى المكتب التنفيذي الذي يعقد يوم غد، وأيضا ترفع إلى اجتماع مجلس وزراء الإعلام العربي بعد غد الخميس. البنود الموضوعة على طاولة هذه الاجتماعات والتي يتم من خلالها مناقشة الاستراتيجيات الخاصة بالإعلام العربي، تفعيل استراتيجية الإعلام العربي 2022-2026، أيضا الحديث عن التغيرات والتواكب الذي يحدث في الإعلام الرقمي، وضرورة إرساء استراتيجية عربية للتعامل مع الشركات المختلفة، الشركات الإعلامية، ودور الإعلام الرقمي في الفترة المقبلة. عدد من الملفات التي توضع على هذه الطاولة، وتأتي أيضا في مقدمتها القضية الفلسطينية، وتم الحديث عن أن هناك بعض المقترحات التي تعمل على مواجهة هذه القضية وتوجيه خطاب إعلامي يتزامن مع التعامل مع هذه القضية، أيضا ضرورة وضع المناهج الدراسية بما يتناسب مع الإعلام كل العربي. ما يخص تحديات العصر. أشكرك سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري من مقر لجنة الإعلام الدائم.